عقدت أول أمس لجمعية الأمل لرعاية وتربية الأيتام بالسوغر دورتها العاشرة للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، أين تم المصادقة بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية. تغطية لوز محمد. عقدت جمعية الأمان لرعاية وتربية الأيتام دورتها التاسعة العادية للجمعية العامة، أين تم المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، كما تم الاتفاق على توسيع قائمة أعضاء الجمعية. ارتأت الجمعية جمعية الولائية لرعاية وتربية الأيتام أن تنظم اللقاء بمناسبة انعقاد الجمعية العامة، ولو أن الجمعية هي جمعيتين اثنتين بحكم أن العام الماضي تعذر علينا عقد هذه الجمعية بحكم ظروف صحية اللي مرت بها البلاد، فاليوم يعني اختتمنا هذه الجمعيتين اللي هي في واقع الأمر مجموعة من الأيتام، ضميناهم إلى المكتب الولائي، يصبحوا عناصر يعني نظرا للجهود اللي صبحت يعني تراكم على نشاط الجمعية. المصادقة على الجمعية كان بالأغلبية ويخص سنة 2021 و2022 بحكم الجائحة التي أجلتهما. أما كل ما نقوم به هو التأكد من النشاط القانوني لانعقاد هذه الجمعية. تيمم بيوم النصر وعيد النصر قامت اليوم الجمعية الولائية الأمان لرعاية وتربية الأيتام باستضافة الجمعية العامة من أجل المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2021، فشكرا للأعضاء المؤسسين وأعضاء الجمعية العامة على الثقة التي وضعوها في المكتب التنفيذي بمصادقة معنى التقريرين وعلى النقاش الثري الذي ساد خلال هذا الاجتماع، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نحن سعداء بوجودنا في هذا يعني ضمن أحضان هذه الجمعية، ونتشرف بكوننا مسؤولين في هذه الجمعية. ختاما أود أن أشكر يعني كل المحسنين يعني اللي هما يعني من بعيد أو من قريب يدعموا في هذه الجمعية الولائية، ونتمنى يعني التوفيق للجمعية لهذه الصائفة يعني يتم عقدها الأول 10 سنوات تمر على ميلادها. ليبقى نهج أعضاء الجمعية هو المساهمة في إعانة الأيتام ومساعدتهم.